شهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لرياضة فنون القتال المختلطة وفخامة الرئيس رمضان أحمد قاديروف رئيس جمهورية شيشان الصديقة واللاعب العالمي حبيب نور محمدوف نزالات بطولة بريف 18 وتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وفخامة الرئيس الشيشاني واللاعب العالمي حبيب نور محمدوف نزالات البطولة التي أقيمت يوم أمس على الحلبة الرئيسية للبطولة في صالة مدينة خليفة الرياضية والتي اتسمت بالندية والإثارة والقوة نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها المقاتلون وحرصهم الموصول على الفوز في النزالات للتأهل إلى الأدوار الثانية الأمر الذي منح النزالات طابعا مغايرا من الناحية الفنية كما شهدت البطولة حضورا رسميا كبيرا من أصحاب السمو والمعالي وكبار الشخصيات وعدد من المسؤولين وبهذه المناسبة رحب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بزيارة الرئيس الشيشاني إلى بطولة فنون القتال المختلطة لمتابعة نزالات البطولة الأمر الذي يؤكد حرص فخامته على دعم هذه الرياضة التي باتت تنتشر بصورة سريعة في العالم بشكل عام وفي الشيشان بصورة خاصة مشيرا إلى أن دعم فخامة الرئيس قاديروف لهذه الرياضة في بلده ساهم في بروز العديد من المقاتلين الأشداء من ناحيته أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالتعاون البناء الذي يجمع بين مملكة البحرين وجمهورية الشيشان الصديقة في الجانب الرياضي وخاصة فنون القتال المختلطة باعتبار البحرين والشيشان تمتلكان تجربة ناجحة وفريدة من نوعها في هذه الرياضة مؤكدا أهمية زيارة الرئيس قاديروف إلى البطولة للاطلاع على النزالات القوية التي تشهدها وأكد سموه أن المتتبع لمسيرة البطولة من نزالات يدرك تماما أن نسخة البحرين هي الأفضل من كافة النواحي وتبرز لنا محطة جديدة هي المستويات الكبيرة والمتميزة التي قدمها المقاتلون من مختلف دول العالم والنزالات الشريفة والشجاعة التي رافقت هذا اليوم الرائع من تاريخ البطولة والذي يعد يوما تاريخيا في بطولة كبيرة والتي يشارك فيها دائما نخبة من أبطال العالم الذين تنافسوا بقوة وشجاعة لاقتناص النزال والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة القوية وأشار سموه أثبتت رياضة فنون القتال المختلطة أنها تسير في خطى تصاعدية نحو التطور والنماء بفضل العمل الموحد من قبل كافة الاتحادات الدولية ومقاتليها الذين يبذلون جهودا كبيرة من أجل تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية التي تؤهلهم للمنافسة بكل بسالة وشرف على ألقاب البطولة وأكد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن النزالات كانت مثيرة جدا وتنوع اللعب فيها بصورة واضحة واتبع المقاتلون أسلوبا متميزا في سبيل الوصول إلى الفوز الأمر الذي يؤكد تطور رياضة فنون القتال المختلطة وإدخال أساليب جديدة عليها وعلى خططها الفنية وأعرب سموه عن تهانيه القلبية للفائزين في نزالات البطولة والتي قدم فيها المقاتلون مستويات كبيرة ومتميزة وأعرب سموه عن فخره واعتزازه بفوز مقاتل منتخبنا الوطني حسين عياد في بطولة بريف يوم أمس حيث أكد أن المستوى المميز الذي ظهر به عياد في النزال يؤكد المكانة العالية التي تمتلكها رياضة فنون القتال المختلطة في المملكة وأصبحت على مستوى عالمي
24 مقاتلا بمختلف الفئات والأوزان تنافسوا على خشبات مملكة البحرين، ونال 12 منهم أحزمة هذه البطولة وسط تنظيم مميز وحضور جماهيري وإعلامي. حزنا على المركز الأول أو أفضل دولة منظمة لبطولة العالم من الاتحاد الدولي، وهذه يدل على يعني ذكاء سموه ويعني تفهمه لنشر هذه الرياضة مثل هذه الرياضات في مملكة البحرين لارتقاء بالشباب البحريني وصول فيهم إن شاء الله للعالمية. نحن كمملكة البحرين لاعبين ومشاركين منذ البداية، بدينا بحمزة الكوهجي واليوم عندنا حسين حياد، لله الحمد وصل لمرتبة ممتازة في بريف، من كان لاعب هاوي تطور مستوى اعتلى خذ ميداليات على مستوى العالم على مستوى أوروبا، والآن اليوم نشوفه لاعب محترف في بريف. من الجميل إن هذه البطولة عادت إلى مملكة البحرين بعد أن دارت حول العالم، والرائع إنها أكبر بطولة على مستوى الشرق الأوسط في هذا المجال، ونتشرف بوجود الرئيس الشيشاني وبطل العالم لبطولة اليو اف سي المقاتل حبيب نور محمدوف والكثير من الأسماء المشهورة في الوسط الرياضي وغيرهم من الفنانين والإعلاميين والمسؤولين في مختلف المجالات. نعم، أفتخر أني من ضمن منظمي هذه البطولة، وأشكر سمو الشيخ خالد بن حمد على دعمه المتواصل لهذه الرياضة. مشاركة بحرينية متألقة في بطولة احتضنتها المنامة للمرة الرابعة عياد، وبعد مسيرة حافلة في بطولة الهواة أبى إلا أن يقارع المحترفين في بطولة المحترفين بشدة وحزم لا يعرفان الهزيمة، حتى رفع علم البحرين عاليا خفاقا. مشكورين على كل الدعم اللي قدمتونا حقي، وبدونك أنا ما بكون هنا. طبعا سمو الشيخ خالد ما قصر يانا، وأتمنى أن خلي الجماعة كلهم يستمتعون بالفايت. MMA in Bahrain، بطولة فنون القتال المختلطة في البحرين ودعم سمو الشيخ خالد لها ينبئ عن نمو كبير لهذه الرياضة مستقبلا بشكل أكبر من الحالي، وهذا لمسته من خلال المتابعة الجماهيرية الكبيرة هنا في مملكة البحرين. لقد جرت بالأمس الفحوصات وتحري الأوزان لاجتياز اختبار الدخول لهذه المنافسة، وأعتقد أن التنظيم يجري بشكل مميز، وكذلك هذه البطولة تزدهر بشكل رائع في البحرين. أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يحتوي على منافستين، يوم بريف وبطولة العالم لفنون القتال المختلطة، ها هو يطوي صفحاته الأخيرة منتظرا الغد ليضع النقاط على الحروف. انطلقت من هنا وها هي تعود مرة أخرى، ولكن في هذه النسخة تأتي بطولة بريف كما نرى بطموح أعلى وتحدي أكبر. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.